حتى مخاطرني تولدت لهنا دي 7 قارات و20,000 بلاد بابا ما لقاوني يجيب لي كان في تونس. تشوف عبيد كيفاش عايشة، كيفاش تبات في الشارع، كيفاش يتحب تهرب من الهم. عبيد انا يعني كان نلقى معناها تحط لي تو صحن تحب المرض بالاعصاب يعني. مش معاش شوف حتى واحد والله العظيم ماشي باش نوشم في وجهي انا يعني. توشم في وجهي لهنيا بروكن حتى اليوم موضوعنا وحديثنا نحكيه على الوشام، نحكيه عن الناس اللي توشم، نحكيه عن المونتاليتي نتاع العباد كي يشوفوا انسان موشم يقولوا عليه سماح بكلمه في صاله بيه وعليه حتى خدمه ما نجمش يخدمها، حتى وظيفه عموميه ما يقبلوهوش، على الوشام اللي عامله في بدنه في دي. انت وشام عامل في يدك الكل، في بدنك الكل، حتى في جبينك عامل وشام. يتفرق المونتاليتي صاحبي هي نتاع العباد، فما عباد معناها تشوفوا ارت، تشوفوا فن، فما عباد تشوفوا زينه، فما عباد تشوفوا معناها نتاع كلوشارات ولا عرش ديجا قبل حتى نسي كبار معناها تريهم وشمية لهنيا ولهنيا ولهنيا فهمت؟ وهذيك هي بلادنا صاحبي موشمة غرام شناهي؟ باز غرام ما يهمنيش أنا بطبيعتي في العباد حاجة معناها نمارس فيها نوشم أنا بطبيعتي. سامحني العباد هكاك تطلع في المترو ولا حاجة تشوفوا إنسان موشم وكله عامل بلوطة درا شنو يخاف ويقول لك سامحني في الكلمة هذيا في الصالة هذيا باش ينطر هذيا باش يقد. فما اللي يجي يصور معايا، فما اللي يقول لك هيك، فما يجي يصور معاك برشا عبيت والله. سامحني معك كم احترامي لك، يصور معك على شنو؟ على الوشام ولا هي هيك فازيت فازيت. انا اللي نعرفه معناتها واحد كان بلوطه يعمل في وذن برك مش في الزوز. هاي الكل يعملوا في وذن، كان انا نعمل في الزوز خاطرني متميز عليها مانيش كيف حتى بحاجه خايبه وكخر من العبيد معناتها. ديما فايتهم معناتها ديما فايتهم ستايلش. وريني تربوشك من تالي فيها فاز شنايا؟ تفضل. حتى الواحد عامل له بلالت ياي. وريني يديك بالكدا خلينا نشوفه فوق طلعنا لفوق. ناروتو، ساسكي، ساكورا، ذيب، ميساج، فانارشي يا كل تاتو في بدنك هذاك ميساج صحيح ولا تعم فيها مكاكا معناتها ولا عندي ميساج وصل فيها؟ عندي وعندي معناها ميساجات تبيع. عندي هذايا فيفغ شاك جوغ كوم سكريتير دغنيغ يش كل ما يبرا اخر نهار في حياتك وهذا اللي قاعد يصير ديجا قاعد تشوف فيه يا ديما فهمت. سامحني بوك ما قالكش ليه علاش تعمل هكا؟ العائله المضايقه نتاعك قلقت من شيء هذا ولا؟ دارنا ما عادش مروح لهم انا عندي برشا اللي ما روحش الدار. باش ما روحش الدار؟ اي حاجه مغروم بها هذايا صاحبي ما يوقفني حتى واحد معناها فهمت. بطبيعتي مانيش تامع في وظيفه عموميه، مانيش طالع تامع معناها في مستقبل لهنا فهمت. ما فهم شيء خاطر هنا ما يخلصونيش مليار ما نخدمش لهنا جم باش نمشي نوشم تو مش تو شو باش تعمل في المستقبل شنو حاط في مخك باش تكمل قرايتك شو باش تعمل؟ يا دي ما نقراش انا يعني يعمل لا دليل غربه يا وقال لك صح الغربه جنه فن راهو قلت لك ارثر والوشام راه كيما تريع بيت ترسم في الحيوط كيما تريع بيت ترسم في ايديها كيما تريع وبطبيعتي لازمني نبدلها الذفة ذي انا ريتهم برشا دول صغير في بعضهم افريقيا وتزاير وليبيا وما نعرف شنيا يدي خلينا نخرج خلينا نهمل يا صاحبي تونس كي كان نقعد تو نهبل. تحب تخرج تهمل في تونس شنو ما هملتش؟ شنيا هذي يعني هامل شنو الحاجه الموجوده لبرا مش موجوده هون؟ هذي شنيا الحاجه معناها اللي ماهيش موجوده هون وموجوده لبرا. ركز فيها سويا فهم شيء صاحبي لهنا عبيت تحقر في بعضها عبيت تعس على بعضها هذا موشم هذا عمل هذا ما نعرفش شنيا هذا فهمت؟ مونتاليتي تي هاي حوار حتى مونتاليتي معناها
في خدم في كل شيء صح. عبيد غادي كراي ماشي فما عبيد راهي ماشيه باش تكون معناها وماشيه فما عبيد ماشيه باش تشيخ. يقول لك حاجه واحد انسان رخيص يرخص حاجه غاديك هي الشيخ. انت تحب تمشي للريسك ترمي روحك للموت باش تمشي معناتها جوست للشيخ. بدي شوف هاي ولاد الحوام متصوفري والله موت الاحياء احنا بتبيعتنا لهنا يموت يا صاحبي ياك تشوف ولاد الحوام كلها تصوفري شناهي زعما دومش هذوما ما يحبش هذاك يفرح بوه ولا ما يحبش يحج جمه معناها ولا يعمل له عمره ولا سبوار. كل عندها طموحات اما ما فهم شيء صاحبي لهنا فما حقره فما ظلم بوس فما حقره وفما ظلم صاحبي. تعمل معي دوره في وسط البلاد شوف الحاكم عليك فيش تعامل معي انا خاطرني موشمك هاو. قلت لي مش نوشم معناتها اللي في بدنك كذا كل مش مكفيك تحب تزين. ليه عندي ميساج باش نعملو خاطر يعني لي برشا حاجات. اونلي جاد كان جاد جميع كان ربي نجم يحاسب. ميساج شكون تحب توسط؟ شنايا؟ وشامي في روحي راني مانيش نوشم العبيد انا نحب نوري العبيد راني موشم وشامي في روحي مانيا فهمت؟ ماني قلت روحي نوشم كان ربي ربي نجم يحاسب مانيش نوشم للعبيد انا ولا سامحني انا توجع اكثر جيعة لبرة تاع التاتو والا الميساج اللي تكتب فيه الوجيعة اللي كليتها من عنده. والله الميساج صاحبي يوجع اكثر بالرسمي راك هاك تشوف انت قلت معناها عمر الزهور ولا باش تحكي فهمتيش اللغه هذيك شنيا عمر الزهور معناتها مازال صغير معناتها المستقبل قدامك معناتها الشباب شباب شباب عماد المستقبل تشوف الشباب هكا حاجه توش. فهميش صاحبي لهنا شباب ما فهميش مستقبل هنا اخويا تولدوا شياب باش يموتوا شياب. حاجتين يعني يا تتولد بوك لاباس عليه معناها باش تعيش انت جوك به ولا تسرق ولا تخطف. ياسر متشائم. شنيا؟ ياسر متشائم. مانيش متشائم بالعكس متفائل على الاخر يعني. متفائل وتحكي هكا متفائل وتحب تخرج من البلاد متفائل وتحب تحرق. خير انا ستاج بطبيعتي قاعد نعدي فيها في حياتي معناها مش لكن واخرتها موت هي باش نبقى باش نبقى في كير باش نولي لاباس عليا في الاخر باش نموت ما يهمنيش. كيام انا هكايا يعني راها معناها فهمت برشا عبيد يقول لك انا نصوفري اش معناتها كلمه نصوفري؟ صوفري قحف يمشي يسلك يتكيف زتله يروح للدار يرقد يعاود يفيخ يغسل وجهه يفطر يخرج ما عندوش حتى شيء في حياته معناها. شبابنا كلات المخدرات بدنه مشي كله بالمخدر بالعقاقه بالمخدره ديما يحب يعيش في غيبوبه عليه. تشوف عبيد كيفاش عايشه كيفاش تبات في الشارع كيفاش يتحب تهرب من الهم عبيدي انا كان نلقى معناها تحط لي تو صحن تحب نمرض بالاعصاب يعني مش معاش شوف حتى واحد والله العظيم تيقرت العبيد يا صاحبي افهم تعرفش معناها تيقرت العبيد فدت او حكومه او تاسيس يا ما نعرفش شنيا مازلت صغير مانيش صغير سامحني علاش ما مشيش تشوف خدمه تمشي تعمل صنعه تمشي تعمل اي حاجه تقعد لك حتى نهار اخر. مانيش طامع في وظيفه عموميه والله لا نخدم اقسم بالله. صنعه ليك انت باش تقعد لك تمشي تحل بها حتى حانوت تفرح به والدك تفرح به ميمتك. حتمت روحي ديجا انا وتحتمت خاطرني تولدت لهنا. دي 7 قارات و20 الف بلاد بابا ما لقاوين يجيب لي كان في تونس. زعما مش حتمت روحك خاطرك على الوشام اللي ماكل بدنك الكل. عادي قلت لك ارت هذايا فن وحاجه انا نخزر روحي للمراير قبل ما نخرج مانيش نخزر معناها اللعبات. انت كي تاخذ المرايه راضي على روحك راضي على روحي ماكش نضل تلعب بيا مين اللي قالت كان جات جميع اي جاست دونت كير اني مور. قلت لك كي نطلع في المترو ولا في الكار ولا في اي بلاصه العباد يغزلوا لي داك فاش بده يعمل ديكريماس بوجوههم كيفاه تبدا تتشوح العبيه تبدا تهز فيك وتحط يا حق روك خاطرك انت معناها موشمك نتار سيارك ما نعرفش هذيك هي مخاخنه معناها كيفاش قالت لك الكلمه ذيك؟ نعم قالت لك الكلمه هذه سمعتها؟ قالت لي وسمعتها ديجا قبل ما نوشم سمعتها ونصحوني ومشيت وشمت والله نصحوك ومشيت وشمت اي يمنيش كنت في الكواليس انا بدي نوشم اي كنت في الكواليس انا بدي نوشم تمام اي كنت نوشم كانت عندي مكينه ونوشم في دار مش مغرب وفن وخدمه زاد فما شكون يقري فيها وحاجة عادية على الاخر غير احنا مونتاليتي خايبة على الاخر. زعما تشوف روحك انك تسرعت كي تعمل كي وشام خاصة في وجهك.
ما تحسش كي نفحه وباش تطير وبعد باش توصل تعيف حتى وجهك؟ هذه ما فهمياش نفحه ماشي باش نوشم في وجهي انا تاع توشم في وجهي بلاني بروكن محطم ما عنديش علاش تخمم مقسم بالله سامحني اللي يقفم وحدي مهما تكون ماذا سامحني الحاله اللي وصلت لها توشم محطم هكا في وجهك مش تاخذ تبع فيك عمرك الكل عادي خل تباني عمري كل عمري كل مشي بتبيعكم اه اخي ما عملتش معني حد شيء وانا ما عملت شيء تو معني مش تمام اللي حب ربي يخرج صح اخر مساج حبيت توصل اخر مساج حاب نقول للعبيد معناها اللي تشوف فيا انا درا كيفاش ولا وانا مانيش نشوف فيهم روح حتى نشوفهم من بعيد ويصلوا بحذايا ما عادش نشوفهم راني ننسى اللي انا شفتهم تلوى في رواحكم ربي خلقك حر معلم موت حر تو حاج انت مو غاديك قلت له اش عشت في عمرك معناها انت كي قلت اش عشت في عمرك اسمعني ولاد صغار تلقاه عمره 5 سنين بيو يحضر له بيام عمره 5 سنين بيو يحضر له بيام انت عمرك تو 17 سنة 18 سنة بايك محضر لك ادوات المدرسة وكاك الشيخ هذيك ويتسلفهم زيادة وساعات يكردي من المكتبة فهمت كيفاش؟ ماني ما تجيش بابا فهمت كيفاش؟